مشاهدينا الكرام عبر شاشة وراديو وزارة العرب، معي ومعكم الآن الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة. أهلا بك ضيفا عزيزا غاليا علينا عبر شاشة وراديو وزارة العرب من المحيط إلى الخليج. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي قناة زهرة العرب. تقول للأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم ماذا تود أن تقول لهم؟ إيه؟ عايز أقول لكل سنة وكل مصر وكل الأمة الإسلامية وكل العالم أجمع يا رب بخير وأمن وسلام واستقرار ورخاء ونماء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ربنا يعيده علينا وعلى كل البشرية بالخير والسلام والأمن والاطمئنان إن شاء الله. حاجة جميلة جدا بنحييك عليها، ملتقى التوظيف اللي بتقدمه من خلال كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، حاجة جميلة جدا، يعني نجاح باهر للملتقى التوظيف الأول وفرص التوظيف للخريج الكلية. طبعا حاجة جميلة جدا إن احنا بنوفر فرص عمل من خلال كلية السياحة والفنادق اللي هي من الكليات الجميلة داخل محراب جامعة المنصورة. ماذا تود أن تقول عن هذا الملتقى دكتور؟ والله أنا عايز أقول قبل ما أتكلم عن الملتقى إن الحمد لله يعني الكلية بدأت تاخد مصداقية واسمها يكبر قوي وده اللي انعكس على الملتقى. يعني عايز أدي نماذج بسيطة، بس الكلية كانت التقييم المجلة العلمية بتاعتها صعدت لأعلى مستوى وخدت المركز الأول وخدت من أفضل 4 مجلات في الجامعة العام الماضي المجلة العلمية. المباني عندنا مباني تراثية سجلناها في قائمة التراث الحمد لله، مباني الكلية لأنها أقدم المباني الجامعية في مصر، يمكن إحنا نقم 3 بعد جامعة القاهرة، قبة جامعة القاهرة وأصل الزعفران في جامعة عين شمس، وكان الحكاية دي ما كانش حد منتبه ليها كويس. الانتظام في التدريب العملي للطلاب بقسم الإرشاد السياحي بالزيارات الميدانية المستمرة لمواقع الآثار والمتاحف الأثرية والتاريخية والحضارية، انتظام طلاب الفنادق، كل الحاجات دي لما كانت بتظهر عملت مصداقية. فلما قررنا نعمل كمان عملنا المؤتمر العلمي في جامعة الشراكة مع جامعة الجلالة، ويعني حاجات كتيرة جدا يمكن لو أعد لحضرتك عايزين وقت طويل. حاجات جميلة جدا يعني من أول إحنا أول كلية نعمل شراكة مع جامعة من الجامعات الأهلية طبقا لتوجهات الدولة يعني. فطبعا كل الحاجات ديت، وكان في مؤتمر برضو طلابي، كل الحاجات دي لما قررنا نعمل الملتقى التوظيفي أنا بصراحة ما كنتش متخيل إن الكلية عندنا وهي كلية حديثة مقارنة بكليات أخرى سياحة وفنادق الأخرى، إحنا كلية لسه من 2006، تجتذب هذا الكم من المؤسسات والشركات والفنادق الكبرى. طبعا مش عايز اقول الاسماء عشان مش دعايه او اعلام. نعم احنا وصلنا ل 26 اسماء ضخمه، اسماء تقيله تخض يعني بجد، يعني 26 كان عندنا عرض وشركات وفنادق ومؤسسات كبيره حكوميه وغير حكوميه وغير السيكتور والقطاع الخاص. فالحمد لله يعني الملتقى يعني عمل نتائج كويسه جدا جدا، وعايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن الحمد لله في من خلال هذا الملتقى مضينا اكتر من 26 او 27 فرصه، يعني عقود عمل فعليه، يعني مش مجرد اقتراح، عقود فعليه لخريجين من عندنا، ودول هيستلموا شغلهم بشكل فعلي طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني بعد اجازه عيد الفطر مباشره. احنا بنحييك يا دكتور محمد يعني على هذا المجهود الجميل، يعني حضرتك بتقول كلية حديثة 2006، ولكن يعني حاجة جميلة ان وشعور جميل جدا ان انت بتوفر فرص عمل لخريج الكلية، حاجة جميلة جدا جدا. لا انا عايز اقول لحضرتك كمان زيادة على كده كمان، من خلال الملتقى تم ملء 2000 استمارة، الولاد الخريجين بتوعنا ملوا 2000 استمارة طبعا مع الشركات والفنادق، والشركات دي الحمد لله والفنادق لما شافوا مستوى الطلاب والأداء بتاعهم أو الخريجين بتوعنا عندنا وعد بتوفير حوالي 70 وظيفة تانية إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة. بالإضافة إلى بقى يعني عملنا مجموعة من البروتوكولات مع معظم العارضين، وده ما كانش بيحصل من قبل كده، بقينا ننزل كمان لمستوى الطلبة، يعني كده احنا نتكلم عن الخريجين، لا ده بدأت الشركات والمؤسسات تقول لنا لا ده احنا عايزين بقى الطلبه بتوعك يتمرنوا عندنا، بحيث الطالب في سنه ثانيه ولا في سنه ثالثه على بال ما يخلص تدريب ويتخرج احنا مكانه في الشركه ولا في الفندق او في المؤسسه عندنا محجوز. يعني اولادنا ما شاء الله دلوقتي بداوا يتحجوا من قبل حتى ما يتخرجوا يعني. يعني ايه مثلا داخل بالنسبه للخريجين، بالنسبه لابنائنا اللي بيدرسهم بيتدربهم يعني هم لما لقوا الخريجين كده
وحاجه لما لقوا خريجين كده فقال لك اكيد الطلبه نفس الحكايه، وانهم ده الطلبه كمان توحيت لهم فرص تدريب اكثر دلوقتي من اللي اتخرجوا كمان دلوقتي، احنا بنكثف عمليه التدريب العملي قوي يعني. فخلاص ان شاء الله هنطبقها من الصيف اللي جاي، هيروح الاولاد يتمرنوا في بعض الشركات والمؤسسات ديت ان شاء الله. واحنا بنعمل دلوقتي يعني وجهت الزملاء ان هم يجهزوا قاعده بيانات كامله عن الطلاب والخريجين، يتم ارسالها للشركات والمؤسسات ديت بحيث هم يفحصوها ويشوف احتياجاتهم من خلال الاسماء والسيفيهات اللي هي صغيره على قدهم، طبعا لسه طلبه ما عملوش حاجه كتير، انما هم يفحصوا احتياجاتهم سواء من حيث مقر السكن، التخصص اللي محتاجين فيه اكتر. فهنوفر قاعده البيانات دي كل المؤسسات وكل الفنادق وكل الشركات او الجهات التي تعمل في مجالات السياحه او الارشاد السياحي او العمل السياحي بصفه عامه. يعني شعور الطلبه بقى، الطلبه والخريجين ايه يعني بعد هذا؟ عايز اقول لحضرتك يعني اللي يهمني اكتر من شعور الخريجين، ما وصلني من اتصالات تليفونيه من اولياء الامور والاهالي مبسوطين ممتنين جدا طبعا، انت عارف حضرتك الظروف بتاعت الناس يعني مؤهل الناس لسوق العمل. لا الخريج اللي هو يعني بيطلع ويقعد في البيت بيتعب نفسيا يعني، ما بقاش زهقان، والبطاله بالنسبه له وعنده طاقه يعني ده في ناس عندها عايز تشتغل وما بتاخدش فلوس حتى دلوقتي. لكن طبعا احنا ما بنقولش كده، بنقول لا يعني من حقه ياخد مقابل، وده بالعكس انه هيفيد المؤسسه ولا الشركه اللي هو هيبقى موجود فيها. فبالتالي يعني الاهالي مبسوطين جدا، الخريجين احنا وصلنا رساله ان احنا مش انتوا طلعتوا بقيتوا رقم بالنسبه لنا وخلاص خريج بقى في الشارع، لا ده احنا خايفين عليكم وبنتابعكم حتى بعد ما اتخرجتوا. الولاد الطلبه بقى عندهم امل في المستقبل، اللي هم لسه في المرحله اللي في الدراسه، لسه في الفرق الدراسيه الاربعه يعني. فالحمد لله بقى شعور يعني ايجابي جدا، شعور بالتفاؤل، شعور ان المستقبل احسن، وفكره السوداويه اللي كانت عند الناس ما يعني في التخصص بقى لا خلاص بقى اتفتحت الدنيا عليهم، وعارفين ان ايه الكليه بكامل يعني قوتها وبدعم طبعا من الجامعه ومن قياداتها بتدعم هذا الاتجاه. ودي طبعا انا شايفها في المقام الاول يعني احد الادوار المهمه اللي لازم تقوم بها الجامعه او الكليات المعنيه في كلهم في مجاله يعني. كنت ضيفا عزيزا غاليا علينا عبر شاشة وراديو زارة العرب، الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة. لك دائما عبر شاشة وراديو زارة العرب كل التحية والتقدير لحضرتك، والنجاح من نجاح لنجاح يعني نجاح باهر للملتقى التوظيف الأول، فرق جمال وروحك الجميلة مع أبنائك الطلاب أو الخريجين والعاملين معاك ورئيس الجامعة كمان، حاجة جميلة بنتمنى لكم كل التقدير والإصرار يا دكتور محمد. يا رب إن شاء الله، إحنا بنحاول نعمل بكل طاقتنا، بناخد دعم كبير جدا من الجامعة ومن قيادتها الصراحة، محدش بيدخل علينا بحاجة. نتمنى ان شاء الله الخير لاولادنا، مش في الكليه عندنا بس ولا في الجامعه بس، نتمنى الخير لكل شبابنا في مصر، انه ان شاء الله لان هم دي الطاقه والقوه الرهيبه اللي مصر بتعتمد عليها حاليا ومستقبلا ان شاء الله. مصر جميله، مع تحياتي محمد سعد الاعداد والتقديم.